انزاني مفلع. ويلكم ات المنتزه برايفت سكول. النهارده هناخد ماده 3 او ثالثه اعدادي. الوضع في ثالثه اعدادي مختلف. ازاي؟ اجابه كل سؤال في صفحه، لازم اراعي البنكتويشن. يور هاند رايتنج شود بي سلوبنج تو ذا رايت. كتابتك ناحيه اليمين، سايب سبيس بين كل كلمه وكلمه، اراعي البنكتويشن. فبنبدا في الورق النهارده. What would you say in the following situation? السيتويشن تاني سؤال في امتحان الإعدادية عليه 3 marks، 3 درجات، لازم بيمشي مع اللفظة. إزاي؟ A friend asks you to go to the club this weekend. You would love to go. يعني صاحبك، ترجم واحدة واحدة، صاحبك بيسألك تروح مع النادي. You would love to go. طيب أعمل إيه بقى؟ أي نقطة هنا وراء يو يبقى أي يو تبقى I. أي يو تبقى I. أي يو تبقى I. أي يو تبقى I. يبقى I would love to go with you to the club this weekend. Weekend مش weekend. هنا حتى فونكس ان دي ما بنضغطش، فبقول weekend وليس weekend. ركز معايا. يبقى I would love to go with you مش with، with to the club this weekend. وهنشوف الحلول مع بعض مجمعه دلوقتي. You ask your friend to recommend you a place to buy. سيبوني الزكاة في الشرقية، احنا عاملين في الورق حاجات جميلة جدا، مجمع لكم المحافظات. انت بتسأل صاحبك يرشح لك مكان تشتري منه هدايا تذكارية. سيبوني دي من كلمات يونت 1. اي يو اسك، اي يو اسك، انت بتسأل، احفظ بقى كده. يبقى واتس، تبقى واتس. وات از ذا بيست بليس، ها وات از ذا بيست بليس، ها وات از ذا بيست بليس، وات از ذا بيست بليس، وات از ذا بيست بليس تو باي سيفونيرز، وحط علامة الاستفهام. يبقى لازم تترجم السيتويشن كويس وتعرف هو عايز ايه. يعني ما تلاقي اسك يبقى واتس او وات ار، وات واز، وات وير كده. يو وانت يور فريند تو جو وذ يو تو ذا ايجيبشن ميوزيوم اون فرايداي. انت تريد صاحبك ان يذهب معك الى المتحف المصري يوم الجمعه. ليه حلين؟ ممكن تقول له ايه؟ اي وان يو، اي وان يو، انا عايزك تو جو وذ مي تو ذا ايجيبشن ميوزيوم اون فرايداي. انا عايزك تيجي معايا المتحف يوم الجمعة المتحف المصري. أو can you go with me to the Egyptian museum؟ can you go with me to the Egyptian museum on Friday؟ وحط علامة الاستفهام. أراعي البنكتويشن أوي. طب your brother wants to go، your brother wants to go outside its raining. وقلنا المصطلح الأمريكي قبل كده اللي هو it's raining cats and dogs. يعني it's raining cats and dogs، تمطر القطط وكلاب؟ لا، it's raining cats and dogs يعني تمطر بغزارة زي النهارده كده. It's raining heavily، تمطر بغزارة. يبقى your brother wants to go outside. It's raining، you should stay at home. You shouldn't go out. زي احنا ما عندنا الكوفيد 19 او في كورونا، بنقول كل اللوجن او السلوجنز او اللوجوز stay at home، stay home، stay at home. Advise your friend who are entering or is entering a story writing competition. انصح صاحبك اللي عايز يخش مسابقة كتابة، انصحه بايه؟ مثلا اقول له you should describe the characters well. يجب ان توصف شخصيتك بدقة عشان تخش مسابقة الايه او writing competition. Advise your sister who is about to go outside during the rain. انصح اختك اللي عايزة تخش اثناء المطر. طب ما دي بتكررها انت، قول لي سامعك بتفكر. You should stay at home، صح؟ You shouldn't go out، صح؟ Your friend wants to get high marks and asks for your advice. كل العالم، كل المصريين لما يقول لك صاحبك بيسألك أو يريد أن يحصل على درجة أعلى بيسألك النصيحة، هيقول له you should study hard. لا، لا، نموذج الإجابة في ثالثة إعدادي إيه should study hard دي؟ يعني نصيحة كده إيه؟ يعني اللاستيك مطاطية. يقول له إيه؟ You should answer the workbook test. You should answer the workbook test. جاوب على أسئلة الوركبوك. ده رد منطقي. ايه شو ده الصدر ده؟ فهمت ايه يعني؟ فتخلي بالك ان دي مكرره في كذا محافظه. والسيتويشن اللي هو السؤال ده بيعتمد على اللفظه. يو ادفايس يا اما يو شود يا اما يو شودنت. يو سجست ليتس والمصدر. ماشي؟ يو ريكومند، اي ريكومند يو تو، اي ريكومند يو تو تو، اي ريكومند يو تو، اي ريكومند يو تو، اي ريكومند يو تو كام تو المنتزه برايفت سكول. برشح لك او يعني بوسيك ان انت تيجي مدرسه المنتزه، مدرسه عريقه وجميله ومن المدارس الكبيره. يبقى انا برشح لك ده كده. ريكومند يو سجست ليتس، يو ادفايس يو شود يا اما يو شودنت. فخلي بالك من النقطه دي يا جماعه. والسيتويشن بقى المحلول كده معايا اهو على البورد. اي وود لاف تو جو
with you to the club this weekend. What is the best place, huh? What is the best place, huh? What is the best place, huh? Huh? What is the best place to buy souvenirs? What is the best place to visit in Egypt? What is the best place? Can you go with me to the Egyptian Museum on Friday? Can you go with me to the Egyptian Museum on Friday? And number four, you shouldn't go out. You shouldn't go out, it's raining. It's raining cats and dogs. You should describe the characters well. You should describe the characters well. يجب أن تصف الشخصيات بدقة. يبقى استنتجنا يا جماعة أن السؤال الأول إيه؟ السؤال الثاني في امتحان الإعدادية اللي هو السيتويشن إن أنا محكوم باللفظة. Ask تبقى واتس. Advice يا إما you should يا إما you shouldn't. Your handwriting should be sloping to the right. يجب أن تكون كلماتك ناحية اليمين. وسبيس وفي آخر الجملة نقطة علامة استفهام. يعني في آخر الجملة نقطة علامة إيه؟ استفهام. وطلعنا برضك حتى فولكس إن ويكند وليس ويك إند. ويكند ويكند يبقى دي برضك الدينا. I recommend to you هنا ريكومند يعني إيه؟ يوز. ده أول جزء اللي هو السيتويشن. إن ذا نيم أوف الله. هنا تشوف ذا كوريكت أنسر فروم A, B, C أور D. The USA is less expensive than the hotel. USA. US office, station, hostel, bazaar. أنا عارف الإجابة. وأنا واخدها في كلمات اليونت الأول US hostel اللي هو بيت الإيه؟ الشباب. US hostel بيت الشباب مش هوتيل. إحنا في نط يقول لك هوتيل. لا هوتيل كفونكس كنط صح. اليوس hostel بيت الشباب بيبقى أقل قلوب من الفندق. هوتيل وليس هوتيل. The students وليس students. The students usually stay in USA when they visit the city. برضك هوستل. يوس تبقى هوستل كلمات صياده. It's cold and windy. When you go outside, you're not a coat. طبعا الجو فيه رياح وبرد زي النهارده يبقى should wear. You should wear a coat. Many tourists. هنا المفروض اقول a lot of tourists. كثير من السياح. Use a lot to learn about its history وليس history. كثير من السياح بيستخدموا ايه عشان يعرفوا تاريخ المدينه. يبقى شايفك بتفكر جايبك ماشي. تورس الشود سان كريم. طبعا السان كريم لو كريم الشمس مش جيف ولا كفر. كله هيختار كفا. كفا مش كفر. في الاغنيه اللي احنا سمعناها قبل كده يور ماي لافا عندها كفا. يبقى لافا وكفا مش كفر. انت صح. تورس الشود ايه وير سان كريم. يرتدوا السان كريم لانه بيغطي جسمهم كله. يو نو ات واك تو ماتش ان ذا سان. يبقى شوت ولا شوتنج؟ طبعا شوتنج. ولا يجيلك ضربه ايه؟ سان ستروك اللي هي ضربه الايه؟ الشمس. طيب ايه اندر ووتر؟ اندر ووتر اكتيفيتي نشاط تحت الميه. يا ترى سنوركلينج تيبل تنس بيكنيك درايفنج. لا سنوركلينج اللي هو بيبقى فيه تيوب كده بيساعدك على النفس. اندر ووتر ووتر وليس ووتر. انا قلت ووتر تيتشر فازا ماذا. The students usually say news ايه؟ سبعة كنسة مصر خلاص اتحرقت. يوس هوستل. يبقى يوس هوستل. ركز معايا سالين دول ما فهمش اي حاجه. في مشكله؟ دلوقتي سؤال الولاد ده عقده الطلبه بقى. بيديني كلمه بين اكواس المفروض تحل تعمل ريبليسنج. اشيلي دي احط دي. اشيلي دي احط دي. يو شود ستادي الليسنس والنطق الصح بتاع الليسنس. يو شود وطبعا الليسن دي حصه في مدرسه. ولكن ليكشر دي محاضره في يونيفرستي في جامعه. خلي بالك. وكيرفولي ده ايه ادفرب. يو شود ستادي يور ليسنس كيرفول. عايز اي ادفايس. هشيل ايه بقى؟ اشيل يو شود واقول ايه؟ اي ادفايس يو تو. اي ادفايس يو تو. اي ادفايس يو تو. 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 اي ادفايس يو تو. تو ستادي يور ليسنس كيرفولي. اي ادفايس يو تو. طبعا ممكن يشيل الادفايس دي ويحط لي ايه؟ يحط لي يو نيد تو. اشيل يو شود واحط لي تو. يو هاف تو. اشيل يو شود وحط يو هاف تو. يو اوت تو يجب عليك. يو ود راذر. يو هاد بيتر. اتس امبورتنت تو. اتس نيسيسري تو. ادفايس بالسي ودي اللي متوقعها. ويو هاف تو. يو هاف تو. كل ده بشيلها. او ادفايس بالسي. يجيب لي ادفايس بالسي هنا ودي اللي متوقعها السنه دي في الامتحان الصراحه. ان الطلبه تفتكرها بالسي ما تقراش السي كويس وتفتكرها اس وتكتب اي ادفايس يو تو. لا هي لو بالسي تبقى ايه؟ My advice to you is to. My advice to you is to. Is to. My advice to you is to. نصيحتي ليك ان. My advice to you is to study your lessons carefully. وفي يو درادر.
في واحد بيتر وفي بقى ستهم بقى الكبيره بتاعتهم اف اف اي وير يو اي وود اي وود اف اي وير يو اي وود اي وود اي وود اف اي وير يو لو انا مكانك كنت عملت كده ماشي. طيب اي ادفايس يو نوت تو واك تو ماتش ان ذا سان الا تمشي واك يمشي واك ماشي ووكر اللي بيمشي اووك تمشيه حتى في اليونت الاول فيه ليتس جو فور ا ووك تمشيه. I advise you not to walk too much in the sun. Shouldn't. يبقى you shouldn't walk too much in the sun. Sun اللي هي الشمس وتاخد زاء عشان من نظار الفريضة في الكون. I advise you to visit Aswan. Shoot. انت قلت لي اشيل دي احط دي. اشيل I advise you احط shoot. يبقى you should visit Aswan. وحروف مايلة ومسافات متساوية وفي الستوب يبقى النصيحة بالانجليزي ايه؟ يما you should. You shouldn't. You should. وممكن he should we. He shouldn't. وشي ووي وزي اوعى الاعتقاد الخاطئ وانت بتجاوب في الامتحان ان شود وشود انت معيو بس ممكن يقول لي اتس امبورتنت فور هيم يبقى هي شود اتس امبورتنت فور هير تبقى شي شود اتس امبورتنت فور اس يبقى وي شود. خلي بالك من الحاجات دي. طيب تاني يبقى شود ستادي ليسنس كاتوي اي ادفايس يو تو اي ادفايس يو تو تو اي ادفايس يو تو اي ادفايس يو تو تو ستادي يور ليسنس كاتوي. I advise you not to walk, but you shouldn't walk too much in the sun. When I advise you to visit Aswan, you should visit Aswan. ودول انت هتحلهم لان دول زي دول. اهو انا كاتبهم لك هنا. I advise you to study your lessons carefully. You shouldn't walk too much in the sun. You should visit Aswan. والمسافات متساوية في الاستوبات. حرف الاول كابيتال عشان اضمن ان اجيب الدرجة النهائية.